السلام عليكم الاخوان، بخير لاباس عليكم. الفيديو اللي هضرت فيه على القضيه ديال البيكالا، الانسان عنده ثقافه ديال الرياضه وكنا كل سبورتيف واخا يكون عنده موطور ولا سياره ولا اللي كان، من غير هاد القضيه البيكالا لو كان المجتمع، لو ان المجتمع عنده ثقافه ديال الرياضه والبيكالا، والله الاخوان لما قادر نديروا بزاف ديال الامور. نعطيكم على مثال الغلاء ديال الوقود مثلا في صانص المازوت، الحكومه مبغاش تخفض مثلا من ليسانس المازوت. يعني تخيلوا مثلا لو ان الشعب كله باستثناء الشاحنات النقل يقول لهم يعني اما تخفضوا الثمن ديال الغازوال والليسانس او لا نستعملوا البيكالات. يعني شوف هذيك الساعه شيعملوا هذيك الساعه. والله الاخوان لو ان القضيه طبقات غير السيمانه فقط، المغاربه كلهم يستعملوا البيكالات للخدمه باستثناء كما قلت لكم الشاحنات ديال نقل البضائع. هذه كتبان لي اقوى فكره باش هذه الحكومه تخضع للمطالب ديال الشعب، لان هذه القضيه الاخوان بنادم كيبقى كيهضر كيقولوا خاصهم ينقصوا من الثمن ديال ليسانس وخاصهم يديروا، ولا غدا كيمشي يشري ليسانس مثلا سواء سياره ولا موتور، وعمر ما يخفضوا لانك اصلا انت طالب هذيك الحاجه، طالبه باغيها، فكيفاش غيخفضها؟ ما يمكنش، مستحيل والف مستحيل. اما اذا درتي لها المقاطعه فلا الانسان طبق القضيه ديال البيكالا راه اوتوماتيك يعني عاديه، ما من غيرها راه ما كاينش. يعني واخا الانسان يهضر حتى للصباح يقول لا خاصنا، وكتلقى بنادم صاحبي عنده 10 كيلومتر ولا 6 كيلومتر من الدار ديالو للخدمه وخاصو يدي الطوموبيل، وهادي وهاد العجز وهاد الكسل، وبنادم كتلقاه مهرم دقداق، وهذا الشيء كتشوفه غير في الشوارع. هانتوما لاحظوا يعني، شوف دابا بنادم مسكين غادي في الطريق تلقاه مطحطاح ومدهول ما راه غادي، بنادم مسكين حاني راسو غادي، لا حول ولا قوة الا بالله. والله حتى يهبطوا الثمن بالله، والله حتى يهبطوا الثمن. هاد اسبوع واحد مثلا شحال ديال الخسائر تكون عندهم هاد الشركة ديال المحروقات، خسائر فادحة ديال بصح. ولكن للأسف مع مناس الدار، يعني شحال من واحد تبان له فكرة سخيفة مثلا، تبان له فكرة تافهة، ولكن الوعي كيلعب دور مهم بزاف. الأمة ملي كتكون واعية تكون قادرة دير أي حاجة ممكن توصل لها، ولكن ملي كيكون الجهل، وهذا الجهل مقصود، يعني جاهلون أولاد الحرام يعني قبال من هادشي، هذا جاهلوا والدينا ماشي غير مجتمع. ملي كيكون مجهل راه صعيب باش يتسابق، الإنسان عا مع خوه ميتسابقش، عا مع مرتو ميتسابقش، مع ولدو ميتسابقش. الله عز وجل كيقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكيكون النزاع ديك الساعة ملي كيكون الجهل، النزاع واحد يقول كلمة واحد يقول الأخرى واحدة صافي، وهذا الشيء كيكون بسعد أعضاء الله كما كيقول فرقهم تسودوا. هذا الشيء اللي كاين. إيوا كنتمنى خير لهذا المجتمع، وكنتمنى أن الشباب يوعى ويكون لبنة ديال الإصلاح، لبنة ديال البناء، وما يكونش معول هدم. هذا الشيء اللي كنتمنى يا رب. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين يا رب. المهم الإخوان، هذا الفيديو هذا إن شاء الله نحطه بدون حقوق طبع ونشر، يعني بإمكان أي واحد فيكم من الإخوان يحطه في القناة ديالو أو في الفيسبوك. المهم كنتمنى ينتشر على نطاق واسع، وتولي عندنا واحد الثقافة ديال الرياضة والوحدة، ونوصل شي نتيجة إن شاء الله في المستقبل مع الدولة هذه اللي هي يعني قل فيها ما شئت. لأن شوف، أمل الوحيد هو أن تجتمع هاد الأمة وهاد الشعب على كلمة واحدة، وينتشر الوعي ويسود الأخوة والمحبة بيناتنا، لأن هذا هو الحل الوحيد. راه ما كاينش شي حل آخر ما غير هاد القضية. يعني حنا نتسناو مثلا شي شعب آخر ولا شي دولة أخرى تجي مثلا باش توصلنا لشي حل وشي نتيجة، راه ما كاينش. الحل بأيدينا نحن أيها الإخوة، الحل بأيدينا.